السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزايكم، أخباركم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم حاجة هي اللي هتقولكوا عليها ضيفتي وأختي وحبيبتي قناة يوميات إيبا. هي النهاردة عندي عشان زي ما انا قلت لكم انا قاعده في اسكندريه حاليا، وهي من اسكندريه. ندوقكم بقى كشري الاسكندراني. أيوة. احلى كشري اسكندراني. هي اللي عزماني، يعني هي عندي بس هي اللي عزماني. تمام، يلا بقى كده هبه نكلموا الناس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى عيله في الدنيا، يا احلى عيله بتاعت حسناء وكل مشاهدين حسناء. معلش بقى انا طالعه لكم النهارده من عند حسناء نعمل لكم احلى كشري اسكندراني. هي اللي عزماني عليه وهتعمله. لا طبعا يا حبيبتي، وده مطبخنا في اسكندريه. مش مطبخ هبه، احلى ناس الاسكندرانيه. الاسكندرانيه كلهم اللي عند حسناء اسكندرانيه يكتب لنا في الكومنت. ايوه، مش عايزين بقى تنسوش اللايك بقى. ها اللايك يا حبايبي. حبايب بقى، انا عايزه اشوف بقى اول مره تشوفوا هبه عند حسناء، انا عايزه اشوف بقى التعليقات واللايكات. تمام، هنبتدي بقى الاكله مع بعض. تابعونا خطوه بخطوه وان شاء الله تعجبكم يا حبايب. يلا يا هبه بقى، بصوا بقى. يلا هنبتدي الاول نحط الاول معانا ايه؟ معانا الاول إيه؟ معانا رز وعدس. تمام. عدس اصفر. ومعانا بصل. تمام. وطماطم وبيض. ماشي. وملح وكمون، شويه فلفل صغيرين. هي بسيطه وهنعمل حاجه جداً بسيطه جدا جدا جدا، واكله موفره وفي نفس الوقت اكله يعني قيمتها الغذائيه عاليه طبعا. طيب يلا بقى اشبعوا من هبه. يلا يا حبايب قلبي، حسناء ما بتطلعش بوشها. حسناء ما بتطلعش، بس انا قلت نطلعوا لكم ان شاء الله. يا رب الاكله تعجبكم وتابعونا خطوه بخطوه. ما تنسوش اللايكات، وما تنسوش اللي من اسكندريه يكتب لنا في الكومنت. يلا بينا علشان بينا ندخل بقى في الوصفه بتاعتنا. يلا يا هبه. يلا يا حبايب قلبي، علي حسناء البوتاجاز ده. هو انا علي انا الحله دي يا جماعه اهي. كلمي يا هبه انت بتعملي ايه بقى. بصوا يا حبايبي، هنحط الزيت. شوف بقى احلى كشري اسكندراني. دي الكشري اللي طالعه لي بيه السما. كل حبايب هبه يدخلوا عند حسناء، عند منوعات حسناء، يشوفوا بقى الكشري. هم عايزين طلبتوه قبل كده. هم عايزينك يا هبه. حبايب قلبي، احلى عيله في الدنيا عيله حسناء وعيله هبه. وبعدين نحط البصل. يا جماعة والله أنا اللي مخرطة البصل. ماشي، خطوة بخطوة اهو. انتوا معانا البصلاية الباقية دي هنسيبوها للصلصة. تمام، نرجعوا بقى ايه، هتكملي ولا نستنى؟ بصي يا حبايب قلبي، أول ما البصلاية بس تبتدي كده تحمر هنرجع لكم تاني نوريكم بنعملوا ايه يا حبايب. ورجعنا لكم تاني، أحلى عيلة في الدنيا عيلة منوعات حسناء وعيلة يوميات هبه، أحلى عيلة والله العظيم. بصوا بقى البصلاية هي تبقى بالمنظر ده، ما نحمرهاش قوي. بصوا، ونيجي هنا بقى إيه، نحط المية على قد الرز. ما تعملي حاجة كبيرة يا هبه. لا هما معانا حبايبنا، واحدة واحدة معانا أهو. الناس هتزهق. لا لا لا، ما بيزهقوش مننا دول يا حسناء، يا دول حبايبنا. انا مسميها هبه الرايقه، احلى عيله في الدنيا يا حبايب قلبي. يا حبايب قلبي خلاص كده، حبايب قلبي حسناء برضو منورين يا جماعه. خدوا الكلام من هبه ليكوا برضو. ليهم هم، ليهم دول حبايبي. ازاي دول حبايبي. هنحط بقى اهو شويه ملح وكمون. ماشي يا ست هبه، ورينا الاكل الاسكندراني. بس بقى هنسيبه بقى الميه تغلي عشان نحط الرز عليها. اول ما الميه تغلي هنكمل لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بقى احلى عيله في الدنيا. بصوا، احنا حطينا الرز على العدس على بعض وقلبناهم وغسلناه، والميه غلت كده اهي. الاسكندرانيه يا جماعه يردوا عليا. اسكندرانيه بقى، انا مش عارفه انا عندي اسكندرانيه ولا لا. اكيد في اسكندرانيه في كل مكان. تعالوا كلوا معانا كشري، ضرب نار للاسكندرانيه. تعالوا كلوا كشري، احلى كشري اسكندراني. دكتوره هنا هي عاملاه عشانك انت والدكتوره منى. دكتوره هنا انا عاملاه لكم وحضرتك والدكتوره منى. شافته عندك في القناه، قالت لي عليا نعمه اسكندرانيه. اسكندرانيه حبيبه قلبي. قلت لها والله لا خليها تعزمني عليه بقى. حبيبه قلبي، بصوا بقى كده يا حبايب قلبي اهو. ما تكتروش الميه قوي، يا دوبك تبقى مغطيه الكشري. نغطوا بقى الرز كده ونرجع لكم تاني. نرجع لكم تاني يا حبايبي، وهو بالشرب هنقول لكم هنعمله ايه تاني خطوه بخطوه. يلا
بي كده هو اهو اتشرب اتشرب. هنسيبه بس خمس اقل من خمس دقايق يدخل في السوا وهنوريكم نعمله بايه. تابعونا خطوه بخطوه يا حبايب قلبي. خلاص يلا بينا بقى يا حبايب قلبي اهو هنعمله بقى ايه الصلصه بتاعنا. هنعمله الصلصه حطينا بقى ايه اهو شويه زيت كده ورشهم كده مع الزيت والبصله ونحط بقى البصل في ناس بيحطوا ايه بصين توم مع البصل انا والله بنعمله كده بس ايه الموجود هنقضي بيه اي حاجه عندك التوم خلاص وفري 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 قلت لها وانت جايه هاتي التوم اللي اختاريته فين والله نسيت والله العظيم والله نسيت بصين توم يعني انت نسيت والله انا نقدر بصوا حبايب قلبي هنحمر البصله هنحمر البصلايه ترجع لكم ونرجع لكم تاني يا حبايبي الله الله انا جوع رجعنا لكم تاني يا حبايبي كده هو دخل على السوا خلاص يا جماعه بقى تابعوا بقى الخطوه اللي هنعملها دي بصوا بقى بنعمله ايه هتدفن البيت كده نوسع كده اهو بلغوا على الهبه اي هدفنوا هندفنوها بلغوا عليا في الكومنتات بصوا حبايبي كده ثلاثه ادي اربعه حسب بقى ما انت عايزه بقى بتعملي بقى براحتك حسب البيت اللي هتحطيه او حسب هتعمليه حسب الكميه اللي انت عايزاها بصوا احنا كده وسعنا اهو اهو بصوا بقى يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم نعملوا ايه بقى بصوا احنا غاسلين البيت بص اهو يا سيدي يا سيدي دكتوره هنا دكتوره هنا دكتوره منى قولي لي ايه رايك يا دكتوره هنا حضرتك الدكتوره منى عشان الاثنين دول يا جماعه من متابعين يوميات هبه ومنوعات حسناء واسكندرانيه اسكندرانيه اسكندرانيه ضرب نار الاسكندرانيه يا جماعه ضرب نار اسكتي بقى انت ناويه تعملي فينا ايه بصوا حبايبي اهو كده احنا عملنا البيض خلاص كده هنسيبه بقى يكمل سوا ونقعد بقى معاكم خطوه بخطوه واحنا بنعمل الصلصه. ايه يلا يا هبه عشان نحمر البصله عشان هتتحرق. البصلايه هنا اهو البصلايه احمرت اهي ما بنحبش موز ما تحمروش الحاجه قوي عشان بتدي مرار. عشان من البصله مش تمرر. اه هتمرر. انزلي بقى بالطماطم. بصوا حبايبي وننزله بقى بالطماطم. اهو يا حبايبي. تمام. تعملي ايه بقى نسيبها تتسبك وبعدين نحط عليها لا يا حبايبي نحط نحط عليها كل حاجه بس كده تاخد بقى شويه الملح بيأخر السوا لا 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 تجعانه لا اهو وشويه كمون كمون على فلفل اهو ونحط بقى ايه واحده ماجي واحده ماجي معلش يا جماعه انا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبهاش بس دي بتحلي طعم الاكل هبة على فكرة ما بتاكلش الا بيها اه ما بعملش الاكل غير بيها بتحلي طعم الاكل خلاص هنسيبوها بقى تتسبك ونرجع لكم تاني ماشي يلا رجعنا لكم تاني بقى بعد الكشري الاسكندراني ما خلص بصوا المنظر بصوا تعالوا كلوا بقى احنا هنغرفه تعالوا كلوا بقى يا حبايبي دي الصلصة معانا الصلصة اتعملت اهي والصلصة اتعملت يلا يا هبة بقى اغرفوا كده وهنوريكم بقى كده اهو نغرفه الاول وبعدين نوريه بس انا كنت عايزه اوريهم بقى لما بيطلع بقى العين بالعين كده العين بصوا هنظبطوه بقى ونرجعوا يلا حبايب قلبي وادي الاكل بعد ما خلص وغرفناه وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي يا احلى عيله في الدنيا يا رب يعجبكم معلش بقى حاجه على القلب بس يا رب تعجبكم ان شاء الله باذن الله تزورونا في فيديوهات كتير ولو عايزين نزاروا مع حسناء على طول اكتبوا لنا في الكومنتات واللي مش عايزني يقول احنا تحت امركم يلا يلا كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي حسناء بقى تختم لكم الخدمه بتاعتها نورتوا مطبخي متابعين حبايب قلبي يوميات هبه وهبه حبيبتي نورتني واللقمه دي اللي شرت بيها يا جماعه وعيش وملح بيني وبينها ربنا ما يجيب حاجه وحشه ان شاء الله وكل متابعين منوعات حسناء نوروني ودايما منوريني واسكندريه منوره باصحابها اللي هي هبه وكل اهل اسكندريه اكتبوا لنا بقى في الكومنتات ايش رايكم في اكله هبه النهارده شوفوا البيضة هي عاملاها ازاي اسكندرانيه يا جماعه فين هاي. كله يطلع يلا يا هبه حبيبه قلبي كله يطلع هختم بوشك بقى حبايب قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.